السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي جبناكم سيارات لبضعة في تعليق. أخوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في تعليق نجيبها له بحول الله. أخوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. أودي أطروا 2017 طاقة مازوت المحرك 2.0 170 شوفو ماشي 94 في كارتغري صافية. السعر مولاها راه يقول 595 مليون بريفيكس. خوتي السيارة موجودة في سطيف. قرأوا البطاقة التقنية من خالتي قبل ما تعيطوا المولاها. أودي أطروا 2019 طاقة مازوت المحرك 2.0 143 شوفوا ماشية 110 ألف. سعر مولاها راه يقول 650 مليون قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في برج بوعريريج. قرأوا البطاقة التقنية من خابتي قبل ما تعيطوا المولاه. أودي أن 2015 طاقة بنزين محرك 1.422 شوفو ماشية 151 في كارتغري صافية. السعر مولاها راه يقول 263 مليون بريفيكس. خوتي السيارة موجودة في وهران. قرأوا البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. أوتوس 2006 المحرك 1.63 شوفوا ماشية 330 في كارتغري الصافية. خوتي السيارة طوله 87 مليون موجودة في عين الدفلة. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. لوندرين فيرنج 2013 طاقة مازوت المحرك 2.290 شوفو ماشية 200 ألف كارتغري الصافية. خوتي السيارة طوله 310 مليون موجودة في باتنا. خويا ما قلتلكش في 2009 إن شاء الله في الفيديو القادم من يصبنا لك نجيبه لك بحول الله. قرأوا البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه.
رونو سينيك 2008 المحرك 1.9 سطرون تشوفو ماشية 369 ألف كارتغري الصافية خوتي. السيارة عطاولو 130 مليون موجودة في مستغنين. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. شافرولي افيو 2005 طاقة بنزين محرك 1.84 شوفو سير مولاها رايقول 60 مليون بريفيكس قوتي. السيارة موجودة في وهران. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. كليو كاتلي ميتيدو 2016 المحرك 1.75 شوفو ماشية 189 ألف كارتغري الصافية خوتي. السيارة عطاولو 223 مليون موجودة في وهران. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. هونداي اكسنت 2017 طاقة بنزين محرك 1.4 سونسيت تشوفو ماشية 118 ألف كارتغري الصافية خوتي. السيارة عطاولو 200 مليون موجودة في وهران. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه.